الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجهم واتدى بهديهم إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم في بداية حلقة جديدة من برنامج كرسي النوازل المعاصرة الذي يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي. يسرنا أن نستضيف الليلة في هذه الحلقة دكتور محمد الأمين والحاج عضو هيئة العلماء الموريتانيين. مرحبا بكم شيخنا الفاضل. الليلة نتناول موضوعا هاما يتعلق الأمر بمكانة السنة في التشريع وتحديات العصر. السنة النبوية المطهرة تتعرض في عصرنا الحالي لعديد الأقاويل التي تمس صميم هذه الشريعة وتحاول أن تضع هذه السنة النبوية الطاهرة في زاوية ضيقة بحجج متعددة. لعل من أول هذه الحجج أنها لا تتناسب وواقع العصر، يعني عديد الأمور التي تثار حول هذه السنة النبوية الطاهرة، وإن كان ذلك قد ظهر قديما إلا أنه قد استفحل في عصرنا الحاضر. لكل هذا نتحدث الليلة عن هذا الموضوع مع شيخنا الفاضل. طيب، الموضوع كبير، السنة في التشريع وتحديات العصر. لو بدأنا أولا بتعريف السنة وحجيتها من الكتاب أي القرآن ومن السنة نفسها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، والحمد لله رب العالمين. بادئ ذي بدء أشكركم على هذه الاستضافة وعلى حسن اختيار هذا الموضوع الذي هو في الواقع موضوع يهم العصر وأهل العصر. السنة في اللغة هي الطريق المسلوك، هذا هو معنى السنة من ناحية اللغة. أما في الاصطلاح فيختلف تعريفها حسب العلم الذي ينطلق منه أو ينظر منه إلى السنة. فالسنة مثلا عند الفقهاء هي كل أمر من أوامر الشريعة أمر به أمرا غير جازم، بحيث يكون فعله مثابا عليه وتركه غير معاقب عليه. فالسنة عند الفقهاء هي صفة أو حكم شرعي يعادل أو يقابل الحرام والواجب، فالسنة هي أمر شرعي بهذا المعنى عند الفقهاء. وفي بعض الأحيان الفقهاء يطلقون السنة في مقابل البدعة، فيقولون مثلا الطلاق السني والطلاق البدعي، فيضعون السنة هي كل ما يخالف البدعة، هي نظير للبدعة، هذا عند الفقهاء. أما عند المحدثين فالسنة هي كل ما يرتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. فالسنة عند المحدثين هي أوسع الدوائر، أوسع الدوائر التي تعرف السنة هي تعريف المحدثين لها، أي كل ما ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن كونه فيه تشريع أم ليس فيه تشريع. أما السنة عند الأصوليين فهي أصل من أصول التشريع، أصل هام مستقل من أصول التشريع، وهي كل ما نسب للنبي صلى الله عليه وسلم بشرط أن يكون فيه تشريع. فما ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم مما لا تشريع فيه هذا لا يعتبره الأصوليون من السنة. وأما السنة عند مثلا فنحن نرى أن كل فن يعرف السنة من منظوره. وبالجملة فاصطلاح العلماء بالسنة هي ما يرتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم. الفقهاء يقيدون هذا الارتباط بكونه حكما شرعيا، والأصوليون يقيدونه بكونه مصدرا من مصادر التشريع. أما المحدثون فالمهم عندهم أن يكون مرتبطا بالنبي صلى الله عليه وسلم. والسنة النبوية حجة على جميع الخلق، فكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة على الأمة كلها،
لأن السنة جزء لا يتجزأ من القرآن، فالله تعالى قال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: ومن أطاع الرسول فقد، ومن يطيع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إلى آخر الآيات الكثيرة التي تشير إلى وجوب طاعة ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وما نهى عنه. وأهمها ومن أوضح الدلالات فيها في القرآن الكريم قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان أمر بإتيانه أي بفعله، أو أمر بتركه والابتعاد عنه، فهو واجب على الأمة وهو حجة على جميع الأمة. هذا من ناحية حجيتها من الكتاب. أما حجيتها من السنة، فالسنة طافحة بهذا. ومن أوضح ما أشرت إليه في هذه المقدمة والتوطئة المهمة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أبو داود ورواه أحمد في المسند ورواه أيضا الحاكم في المستدرك، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوتيت الكتاب ومثله معه، ومثله معه أي السنة. فيوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يحدث بما بأمر مما أمرت به أو نهيت عنه، يقول: الفيصل بيننا وبينهم كتاب الله، ما أحله الكتاب أي القرآن أحللناه، وما حرمه القرآن حرمناه، فإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم القرآن. إذن هذا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن مستقبل هذه الأمة كأنه ينظر إلى حاضرنا الآن. فهناك اليوم ما يسمى بالقرآنيين الذين يقولون: الحكم بيننا وبين التشريع هو كتاب الله، ما أمرنا به القرآن أتيناه، وما نهانا عنه انتهينا عنه، أما السنة فلا يعتبرونها مصدرا ولا أصلا من أصول هذا التشريع. وهذا هو عين الزيغ والضلال، لأن السنة لا يمكن فصلها عن القرآن. فالله تعالى يقول: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة هي المبينة للكتاب، والسنة هي المقيدة لمطلق القرآن، وهي المخصصة لعام القرآن، وهي المبينة لمجمل القرآن. فلا يمكن فصل السنة عن الكتاب. فنحن لو رأينا إلى القرآن الكريم، فأهم ما أمرنا الله تعالى به هو الصلاة. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة. هذا الأمر بإقامة الصلاة لولا السنة لما عرفنا كيف نأتيه، لأن هذا أمر مجمل يحتاج إلى تبيين وإلى بيان وإلى تفصيل. والسنة هي التي فصلت لنا كيف نقيم الصلاة، فحددت لنا أوقاتها وعدد ركعاتها وكيفيتها. هذا لولا السنة لما عرفنا. وقس على ذلك كل الأوامر وكل النواهي التي جاءت في القرآن. فمن يقول لنا القرآن ثابت الورود، لأنه واصل إلينا بالتواتر الذي يفيد العلم، وغيره الذي هو السنة لا نعتبره مصدرا، فهذا زندقة. لأن الفصل بين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كالفصل بين الله ورسوله. ففي الإيمان في كلمة الشهادة التي ندخل بها هذا الدين، لا يمكن أن ندخله بقولنا أشهد أن لا إله إلا الله فقط، لا بد أن يكون معها وأشهد أن محمد رسول الله. فكذلك الذي يؤمن بالكتاب ويقول الكتاب هو مصدري للتشريع والكتاب فيه كل شيء، وهذا كلمة حق، ولكن أريد بها باطل وزندقة وهدم لهذا الدين. فالسنة جزء لا يتجزأ من القرآن، ومحفوظة بحفظ القرآن، لأنها هي المبينة لما في القرآن. ليس معنى هذا أن القرآن غير كامل، لا، ولكن القرآن حمال أوجه، والقرآن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الخالدة، التي يعني الكلمة الواحدة من كلام رب العالمين لا يمكن لمخلوق أن يحيط بكنهها ولا بمعانيها ولا أن يستنبط ما فيها من أحكام. لذلك نحن محتاجون إلى السنة، فاختار لنا الله تعالى نبيا منا
لقد جاءكم رسول من أنفسكم أي من جنسكم له ظروفنا ويعيش أحوالنا، وبالتالي كلامه وتبيينه نفهمه. وكلام الله تعالى من أوجه وأعظم أوجه إعجاز القرآن أن القرآن يخاطب كل مخلوق على حسب عقله، ولكن القرآن حمال أوجه، والقرآن فيه معاني لا تدرك لأنه كلام رب العالمين، ليس مخلوقا، ليس من هذا العالم، نحن نحتاج إلى بيانه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض ليبين لنا كتاب ربنا. فمن قال نحن نأخذ القرآن ولا تهمنا السنة فهذا كلام كفر بواح صراح، وهو زندقة ومحاولة لهدم الدين. وهذه المحاولة كما أشرت لذلك في التوطئة ليست جديدة، وإنما جاءت مع فجر الإسلام نفسه. فالخوارج مثلا لا يعتبرون السنة مصدرا من مصادر التشريع لأنهم يشككون في عدالة الصحابة. الخوارج كفروا جزءا كبيرا من الصحابة وفسقوا جزءا كبيرا من الصحابة، فلا يعتبرون الصحابة عدولا، لذلك نقلهم غير حجة عندهم، والصحابة هم الذين نقلوا لنا السنة. والشيعة مثلا لا يعتبرون من السنة إلا ما كان عن طريق آل البيت، وهذا أيضا هو يعني تحجيم ويعني قصر لما وسع الله تعالى في محكم كتابه. لذلك السنة يجب أن ننتبه لها، ويجب على أهل السنة أن ينتبهوا للسنة ويضعونها في مكانتها ويعاملونها المعاملة اللائقة بها. طيب، انطلاقا من ما تحدثتم عنه في هذه المقدمة الواضحة، كيف جمعت هذه السنة ومتى جمعت، وما هي أهم الشبهات التي ظهرت حينها حتى نصل إلى عديد الشبهات التي تثار اليوم في واقعنا حول السنة النبوية المطهرة؟ جزاك الله كل خير، هذا هو لب الموضوع المهم. السنة عندما بدأ الوحي ونزل القرآن نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب أي شيء غير القرآن، خشية أن يختلط القرآن بغيره، لذلك نهى أن يكتب أي شيء غير كتاب الله تعالى. وأنتم كما تعلمون أن القرآن نزل على العرب، ليس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إليهم، لكنه نزل في بيئتهم، وأول من تلقوا هذا القرآن، وهم أول من حملوه ونقلوه إلى غيرهم من الأمم. العرب كانوا أمة أمية، فالله تعالى يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. العرب ما كانوا يعرفون الكتابة ولا التقييد ولا التوثيق، لذلك كانوا محتاجين إلى أن يثبت القرآن في أذهانهم حتى لا يلتبس بغيره. فلو كانوا يكتبون غير القرآن لالتبس القرآن بغيره، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من دقائق تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته حيث يعيش واقعهم. فمن واقع الأمة أنها لا تكتب غير القرآن حتى لا يلتبس بالقرآن. لما كتب القرآن وكانت حروب الردة، وكان يوم اليمامة الذي قتل فيه كثير من الصحابة في ذلك اليوم مع بني حنيفة، في يوم قتل مسيلمة الكذاب عدو الله تعالى، في ذلك اليوم قتل كثير من حملة القرآن. فجاء عمر رضي الله عنه وهو من المحدثين، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن منكم محدثين وإن يكن فعمر منهم. ومن موافقات عمر التي تعلمون في القرآن أنه يأتي برأي أو بكلام فينزل القرآن موافقا لرأي عمر. فجاء عمر إلى أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو إذ ذاك يسمى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك الأمة، فقد استحر القتل في حملة القرآن، والله لا يأخذ هذا القرآن انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبضه بقبض حملته، بقبض حفظة القرآن. فالرأي أنه ما دام أهل القرآن متواجدين سمعوه رطبا طريا غضا كما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب القرآن في صحائف حتى يكون موجودا محفوظا، لأنهم مع تقدم الزمن قد يخرف بعضهم وقد يموت بعضهم وقد ينسى بعضهم،
لذلك يجب أن ندرك أن تدرك الأمة ما دام حملة القرآن متواجدين كلهم في تمام عقله وتمام تصرفه حتى يكتبوا. قال عمر، قال أبو بكر رضي الله عنه: يا عمر، أتأمرني بشيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به. قال أبو بكر: فما زال عمر يأتيني من هنا ومن هنا حتى شرح الله صدري له. وكان عمر يقول لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: والله إنه لخير. وهذا تطبيق للمصالح المرسلة، لأن هناك مصالح سكت عنها الشرع، ترك تحديد أهميتها والتعامل معها للأمة. الله تعالى أمر بكل خير، قال: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فكل ما رأته الأمة خيرا فالله أمرها به بقوله: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذا هو رأي الذين يقولون أن المصالح المرسلة غير موجودة، لأن كل ما هو خير فهو غير مرسل، لأن الله أمر به والشرع اعتبره. إذن المهم، قال أبو بكر: كان نقض جبل أحد حجرا حجرا وحمله على كاهلي أيسر علي من كتب القرآن، وما زال عمر يأتيني حتى شرح الله صدري له. فأخذ عمر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك في تلك الفترة، وكون لجنة من الصحابة ومن حاملة القرآن. وهؤلاء والصحابة يجب أن نعرف منزلتهم ومكانتهم. فالله تعالى اختار النبي صلى الله عليه وسلم لتبليغ الرسالة، لكنه اختار الصحابة لتوضيح الشريعة. فالله تعالى حاشاه أن يفعل شيئا عشوائيا هكذا أو شيئا لغرض هكذا، وإنما الله اختار النبي صلى الله عليه وسلم لتبليغ الرسالة، واختار الصحابة لتوضيح الشريعة. لذلك كان لابد أن يسرق بعضهم حتى نعلم ما كيف نتعامل مع السارق، ولا بد أن يزني بعضهم حتى نعلم كيف نتعامل مع الزاني، ولا بد أن يقتل بعضهم وهكذا. لكن هذه الأفعال لا تقدح في عدالتهم، لأنها توضيح لشرع الله تعالى. ولذلك هؤلاء الصحابة، هذه اللجنة هي لجنة من الحفاظ الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ. فمنهم أبي بن كعب رضي الله عنه الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أحفظ الصحابة لكتاب الله. إذن هذه الجماعة كتبت المصحف، كتبت القرآن، وكانت لا تكتب منه آية حتى يأتيها الصحابي وشاهدان عدلان يشهدان أنهما سمعاها من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر عرضة يعرض بها القرآن. وهكذا دون القرآن في صحف وفي صحائف. هذه الصحائف وضعت عند من؟ يجب أن تنتبه الأمة لهذا. وضعت عند أمنا أم المؤمنين حفصة بنت عمر. يجب أن نعرف هذه المكانة العظيمة للمرأة في هذا الدين. أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم هو امرأة، خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. وأول شهيد في الإسلام هو امرأة، الشهادة التي هي محل افتخار الرجال ومحل مباهاتهم. سبقتهم لها النساء، فكانت سمية بنت خياط رضي الله عنها أم آل ياسر هي أول شهيد في الإسلام. كذلك كانت الأمانة، أعظم أمانة عند الأمة هي الصحف التي دون فيها القرآن، هي أعظم مصحف، أول مصحف لا يوجد غيره، نقل من 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 من, من سعف النخل، ويوجد العظم عليه الآية والآيتان، ويوجد رق جلد الغزال يكتب عليه آية وآيتان، وتوجد آيات غير مكتوبة أصلاً وإنما يحفظها الرجال في صدورهم. حتى دون في تلك الصحف ووضعت عند أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنها. فكان هذه علاقة تاريخية بين المرأة والقرآن. ولذلك نحن هنا في بلاد شنقيط نرى دور المرأة الشنقيطية في القرآن. لا يوجد أحد من علماء الأمة الذين يحفظون القرآن إلا وحفظ على يد امرأة، أو قرأ التهجية على يد امرأة، أو حفظت آيات من القرآن امرأة. لذلك هذا من حفظ ذلك العهد الذي بين المرأة والقرآن. لما حفظ القرآن واستقر ووجد وصار الأمة لا تخشى أبدا أن يلتبس بغيره، لأنه دون ويعني وكتب وأيضا تواطأت عليه صدور الرجال. وكان ذلك في خلافة خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز
في خلافة بني أمية، فأمر عمر بن عبد العزيز أرسل رسالة إلى محمد بن شهاب الزهري، أمره أن يجمع السنة. قال: نحن الآن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن كتابة غير كتابة السنة حتى لا تلتبس بالقرآن. القرآن الآن لم يعد يخشى أن يلتبس به غيره، والسنة هي مكملة أي موضحة مبينة لما في القرآن، فيجب أن نكتبها حتى يظل القرآن غضا طريا واضح المعنى واضح المبنى كما هو مطلوب. لذلك أمر محمد بن شهاب الزهري بكتابة السنة سنة 99 هجرية. يقول سيد عبد الله في طلعة الأنوار رحمه الله تعالى، يقول: أول جامع الكتاب، أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر، أي عمر بن عبد العزيز، سنة 99. قد يقول البعض: هو جمع يعني جمع القرآن يعني 90 يعني 80 سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن الصحابة في ذلك الزمن ما زالوا موجودين، والتابعين الذين حملوا علم الصحابة ما زالوا متواجدين، ولذلك حملوا كتبوا القرآن كتبوا السنة، وكانوا يكتبونها يجمعونها جمعا. لكن لما ظهرت الفتن والصحابة ما كانوا يظنون أبدا أن الشخص يمكن أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار هو من الأحاديث المتواترة يحفظه كل الصحابة، وما كانوا يظنون هذا. لكن لما تبين لهم فساد الزمن وأن بعض أهل الأهواء أصبحوا يعني يقتلقون الأحاديث ويضعونها يعني إما مساندة وترويجا لمللهم ونحلهم وأفكارهم، صاروا الآن يبحثون عن سند الحديث. فكانت خدمة السنة التي في الإسلام لا توجد في غير الإسلام، يعني خدمة السنة هذه لا توجد في أمة غير أمة الإسلام. كل راو للحديث نعرفه ونعرف اسمه ونعرف تاريخه ونعرف هل لقي من روى عنه ونعرف هل اختلط في آخر حياته وهل هو ضابط أم غير ضابط وهل له مصلحة في رواية هذا الحديث أم غيره. هذا تراث عظيم وخدمة عظيمة للسنة قامت بها هذه الأمة لا توجد في غيرها من الأمم. لذلك الأمة كتبت السنة وخدمت السنة ولم يعد يلتبس صحيحها بسقيمها، فصارت الأحاديث الصحيحة معروفة والحسنة معروفة والموضوعة معروفة والضعيفة معروفة. وسأختم هذا الكلام بنكتة مهمة من علوم الحديث، وهي أن الحافظ الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال في نقد الرجال، وهو من أهم الكتب التي تنقد الرجال الذين يرون الحديث وصنف في الذين يضعونه والذين يرونه يعني بعد ضعف ذاكرتهم وهم غير ضابطين، وصنف في كل أنواع الذين رووا الحديث، لكنه بعد أن صنف في أكثر من 10,000 رجل مجروح من الضعفاء قال: ولا توجد امرأة وضاعة للحديث ولا كذابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا شرف أيضا عظيم للمرأة، أنه لا يوجد بين وضاع الحديث امرأة ولا ما يوجد بين الكذابين على رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة، كلهم رجال والعياذ بالله. طيب، ما دام الأمر هكذا لا يوجد نظير لهذه السنة ولجمعها وللضوابط التي تم وضعها لجمع هذه السنة بمعرفة الرجال ومعرفة الأسانيد ومعرفة كل ما يتعلق برواة هذا الحديث، إذا كان لا يوجد نظير لهذا في الأديان الأخرى، فما مرد أو ما مبعث هذه الشبه التي بدأت بشكل مبكر والتي استفحلت اليوم؟ جزاك الله خيرا، هذا سؤال مهم. في واقع الأمر الذين يضعون الشبهة في السنة هم نوع من الزنادقة، هم زنادقة، لكن بعضهم يضع هذا من خلال يعني يمكن أن نقول من خلال حسن نية، لأن أول من وضع هذه الشبهات هم المستشرقون الذين هم أول من درس هذه السنة. فالمستشرقون هم من أخرجوا كتب الحديث وكتب الآداب واللغة، لذلك وضعوا هذه الشبهات. فهم يقولون: هذا حديث الآحاد، كيف يكون لحديث الآحاد أن نستنتج منه حكما شرعيا من أحكام الله تعالى وهو غير يقيني الورود وإنما هو ظني الورود؟
وهم يقولون السنة جمعت بعد زمن طويل من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون وقع فيها تحريف أو تخريف أو زيادة أو نقصان، وهذا من الشبه المهمة. وكثير من الناس يقول هذه السنة مروية بالمعنى غير مروي، غير هذه الأحاديث ليست هي الأحاديث التي خرجت من شفتي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أهل اللغة مثلا لا يستدلون ولا يستشهدون بالحديث، ولكنهم يستشهدون بشعر لبيد بن ربيعة وشعر امرئ القيس الملك الضليل وكل الشعراء الجاهلية، ولكنهم لا يستشهدون بالحديث لأنهم يعتبرون أن الحديث مروي بالمعنى. وهؤلاء الذين رووه بالمعنى يعني لم يعودوا حجة في اللغة، فقد يكون روايتهم في لغتهم غير حجة. فالبخاري مثلا توفي سنة 256 هجرية، ومسلم سنة 261، يعني هذا بعد زمن طويل اختلط العرب بغيرهم، وهم أغلب وهم كلهم الذين رواة الحديث البخاري ومسلم وأبو داود كلهم ليسوا عربا. وهذا مهم حتى نعلم أن الأمة الإسلامية هي أمة، وأن هذا الدين ليس دين العرب، وإنما هو دين أمة، دين رباني يخاطب البشرية كلها. لذلك أكثر الذين خدموه من غير العرب. لكن هؤلاء هذه شبه، لأنني كما بينت أن هذه السنة خدمت خدمة لم يعرف التاريخ قبل ولم يعرفها بعد. فكل راو للحديث علماء السنة تتبعوا أثره وتاريخه وعرفوا عدالته وعرفوا ضبطه وعرفوا كل ما يتعلق به. إذن هذه الشبه هي في واقع الأمر شبه واهية. أما الشبهة في كون حديث أن السنة مروية بالأحد، معلوم أن الحديث الصحيح ينقسم إلى قسمين، أقسام كثيرة، ولكن من ناحية الصحة بالنسبة لنا ينقسم إلى قسمين. ما منهما هو متواتر أي يقيني الورود، والمتواتر هو الذي عرفه سيد عبد الله في طلعة الأنوار بقوله ثم من الحديث ما تواترا، وهو ما يرويه جمع حضرا كذبهم عرفا كمسح الخف رفع اليدين عادم للخلف، وقد روى حديثه من كذب أكثر من 60 ممن صحب. إذن الحديث الذي رواه جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، هذا هو أعلى درجات الصحة ويسمى متواترا، وهو يفيد العلم اليقيني. إذن هذا هو أعلى درجات الصحة. لكن يوجد نوع آخر من الحديث الصحيح، وهو حديث الأحاد ما يسمى، الذي رواه أقل من درجة التواتر، رواه واحد أو اثنان أو ثلاثة. والواحد حديثه أغلب السنة هي من باب حديث الأحاد. وهم يقولون حديث الأحاد ليس قطعي الدلالة، عفوا ليس قطعي الورود، ولذلك نحن لا يمكن أن نعتد به، وهذا كلام واهٍ. فالله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أخذ العلماء من هذه الآية أن غير الفاسق الذي هو العدل إن جاءنا بنبأ ليس علينا أن نتبين، وإنما نأخذه ونحتج به. ولذلك أحاديث الأحاد حجة، لأنها بشرط أن تكون رواها عدل ضابط عن عدل ضابط إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير علة. ولذلك الحديث الصحيح الذي رواه عدل ضابط عن عدل ضابط إذا كانت فيه علة كأن يكون معارضا لما هو أقوى منه، أو يكون غير مفهوم المعنى، أو يكون ركيك التركيب واللفظ، فهذا كله يجعله ضعيفا. إذن هذا من باب خدمة سلف هذه الأمة لهذه السنة. لذلك لا يلتبس علينا الحديث المعمول به الذي هو حجة وإن كان حديث أحد بغيره من الأحاديث. طيب، تحدثتم عن جزء من أقسام السنة، ماذا عن حجية الاحتجاج بها؟ هل هذه الأقسام متساوية في الحجية أم لا؟ أحسنت. أقسام السنة كما هو معلوم في عند أهل هذا الفن هو تنقسم إلى ثلاثة أقسام. هناك ما يسمى سنة صحيحة، ما يسمى سنة صحيحة، وما يسمى سنة حسنة، وما يسمى سنة ضعيفة. فالسنة الصحيحة هي التي رواها عدل ضابط عن عدل ضابط إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير علة،
أو رواها أكثر يعني أكثر من ذلك بحيث تكون سنة متواترة. المهم أن الأحاديث الأحاد الصحيحة وأحاديث التواتر كلها داخلة كما بينا سابقا في السنة الصحيحة. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني من السنة هو ما يسمى بالسنة الحسنة. والسنة الحسنة مثل السنة الصحيحة في كون كل منهما حجة، لكن ما هو الفرق بينهما؟ السنة الحسنة هي يعني رواتها مثل روات السنة الصحيحة في العدالة، ولكنهم دونهم في الضبط فقط. ما معنى هذا؟ وهذا يدلك على مدى خدمة سلف الأمة للسنة، حتى أنهم يعرفون درجات المحدثين ودرجات الرواة في الضبط. حتى مثلا هذا ضابط اختلط في آخر زمنه، يعني تقدمت به السن فقل ضبطه وقل حفظه، وصار يقول قال كذا أو كذا، أو يقول اختلط في آخر حياته. هذا يعني يصبح هو عدل، لا يشك في عدالته، ولكن هل هذه روايته هذه هل رواها وهو ضابط لما سمع أم بعد اختلاطه أم كذا أم كذا؟ هذه تجعل هذا النوع من السنة يعني دون السنة الصحيحة، ولذلك يسمى سنة حسنة. ولكن السنة الحسنة محتج بها، هي مثل الصحيحة في الاحتجاج. النوع الثالث من أنواع السنة هو السنة الضعيفة، وهو كل ما كان غير صحيح أو حسن من السنة فهو ضعيف، فهو سنة ضعيفة. ويجب أن ننبه على شيء، أن هذه السنة الضعيفة قد تكون ضعيفة من ناحية الصناعة. مثلا هذا الحديث رواه شخص كذاب، من بين رواته كذاب مثلا، وهو وإن كان كذابا هذا يجعله السنة ضعيفة، وهي غير محتج بها في الأحكام. لكن وإن رواه هذا الشخص الكذاب فقد يكون صادقا في هذه المرة. لذلك هناك من السنة الضعيفة من الأحاديث الضعيفة ما يوافق القرآن، وبالتالي فهو صحيح، وهو صحيح من ناحية كونه صحيح المعنى. لكن بما أن بين رواته فاسقا أو بين رواته كذابا أو بين رواته مختلطا أو بين رواته من له مصلحة في هذا الحديث، فمن كانت له مصلحة في الحديث هذه تجعل الشبهات تدور حول هذا الحديث فتخفضه من درجة الصحة إلى الضعف. وهذا مما يدل أيضا مما يشهد لمدى قوة وشمولية خدمة السلف للسنة، حتى أن الشخص راوي هذا الحديث يعرفون هل له مصلحة في رواية هذا الحديث أم لا. فإن كانت له فيه مصلحة فهم يقولون هذه علة، فقد يكون ألجأته تلك المصلحة إلى أن يختلق الحديث أو يحرفه أو كذا أو كذا، أو يرويه بمعنى يوافق هواه إلى آخره، فيجعل هذا الكلام ضعيفا. إذن معناه السنة من ناحية العمل بها والحجة بها نوعان: سنة معمول بها محتج بها وهي السنة الصحيحة والحسنة، وسنة غير محتج بها في الأحكام خاصة وهي السنة الضعيفة. لكن هذه السنة الضعيفة مروية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مرفوعة إليه، وبعضها كما بينت قد يكون صحيحا في واقع الأمر، وبعضها يوافق القرآن، وبعضها يوافق الأحاديث الصحيحة، وبعضها تكون رواياته كثيرة، كل رواية منها على حدة ضعيفة، لكن هذه الروايات مجتمعة يقوي بعضها بعضا فيرفع هذا الحديث الضعيف إلى درجة الحسن، ويسميه المحدثون الحسن لغيره، فيكون محتجا به صالحا للاحتجاج، مع أن الحديث الضعيف هو يعني محتج به في فضائل الأعمال، لأنه داخل تحت عمومات أو داخل تحت عمل السابق إلى آخره. لذلك يجب أن نحترم كل ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. للأسف الشديد في زمننا هذا كثير من الناس يعتبر الحديث الضعيف مثل الموضوع، عندما تقول له حديثا ضعيفا يقول لك ترك هذا، هذا حديث ضعيف، وإن كان حديث ضعيف ليس موضوعا، هو حديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أتركه؟ لذلك هذا شيء مهم مما يجب علينا أن نعيد يعني علاقتنا بالسنة ونعيد تعاملنا مع السنة. طيب، وقد وصلنا إلى تعامل الناس اليوم مع هذه السنة، حتى الكتب الصحاح نجد من يقدح في هذه الكتب، حتى أصح هذه الكتب صحيح البخاري نجد من يطعن فيه، ومن يقول بأن الكثير مما ورد في هذا الكتاب
ومعذرة على التعبير لكن كما يقولون تخاريف ولا تثبت للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف يرد على هؤلاء في زمننا الحاضر؟ لأن هؤلاء ما يقولوه من كلام مشاع وربما له أتباع أو له من يصدقه، بالتالي كيف ندحض حججهم أو ما يمكن أن نسميه أو يسموهم حجج؟ أحسنت، هذا من أهم دوركم كصحافة ومن أهم دور المثقفين والباحثين، هو الوقوف في وجه هذه الهجمة الشديدة الشرسة على السنة بشكل عام ومحاولة فصلها عن القرآن، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق، رجل يعني شبعان ومتكئ على أريكته يقول الحجة بيننا وبينهم هو كتاب الله، ما كان فيه أخذناه وما لم يكن فيه، أي ما كان في السنة فنحن لا نأخذه. هذا أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. أريد أن أنبه بادئ ذي بدء أن السنة وحي وأنها جزء من القرآن. الله تعالى يقول في سورة النجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا كلام ربنا وهذا هو القرآن إن كنتم تريدون القرآن. فالله أخبرنا أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي يوحى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى. إذن هم هذه حملة شرسة للقضاء على الدين نفسه. وقلت كما قلنا سابقا في البداية أن الذين يحاولون فصل السنة عن القرآن هذا يحاولون هدم الدين من داخله بالتشكيك في المصادر، بالتشكيك طبعا في المصادر. ومن أهمها كما أشرت إليه الكتب المعروفة وفي مقدمتها كتاب صحيح البخاري الذي هو أصح الكتب المصنفة عند أهل السنة. فصحيح فمحمد بن إدريس البخاري من أحفظ الناس وأعلمهم بالسنة وأجمعهم لها، وقد جمع كتابه هذا وتلقته الأمة بالقبول. قلنا إن البخاري توفي سنة 256 هجرية، أي منذ 1300 سنة، والأمة تلقت هذا الكتاب بالقبول. الذين يشككون فيه، هذه استراتيجية مهمة، التشكيك في كل المراجع. الدين إذا أردت أن تهدم الدين فعليك أن تشكك في ثوابت الدين. فهم يشككون الآن في البخاري، لكن غدا سيشككون في السنة وقد بدأ هذا، وبعد غد سيشككون في الرسالة، وبعد ذلك سيشككون في الألوهية والربوبية، في العقيدة نفسها. هذا كله مخطط، ونحن للأسف الشديد في هذا الزمن نائمون لا ننتبه لهذا. يكفي الواحد منا أن يكون يعني في مكان بارد أثير ولكن يترك مهمته التي كلفه الله بها على حملة العلم والمتخصصين في الشرع أن يعلموا أنهم في جهاد. هذا الجهاد هو جهاد الذب عن السنة والدفاع عنها. فالذين يشككون في صحيح البخاري يضعون حججا كثيرة واهية، فهم لا يعلمون أن السنة شيء وأن القرآن شيء آخر. القرآن كلام رب العالمين لا يقارن بشيء في الدنيا، أما السنة فهي كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم، وما ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم وجب علينا الإيمان به ووجب علينا العمل به، ويجب أن نقول لعقولنا قف يا عقل قف هناك، فهذا ليس مجالك. نحن أهل السنة والجماعة وخاصة من أصحاب العقيدة الأشعرية المنتشرة في هذه البلاد، العقل عندنا مهم ولكنه ليس مثل ما يقوله المعتزلة، العقل قبل النقل، ما رآه العقل حسنا فيجب على الله أن يحسنه، هذا لا نقوله. نحن العقل موجود ولكن أين هو مكان العقل؟ مكان العقل هو بعد الكتاب والسنة، كما ذكر الله في القرآن الكريم. الله تعالى يقول لنا في محكم كتابه: وأنزلنا إليك الذكرى الذي هو القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبينه لهم بماذا؟ بالسنة. فمن شكك بالسنة شكك في تبيين القرآن، معناها ترك القرآن غير مبين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع تبيين القرآن إلا بفعله أو بقوله أو بتقريره أو بما نسب إليه. إذن وأنزلنا إليك الذكرى، هذا هو المصدر الأول الذي هو القرآن، لتبين للناس ما نزل إليهم، هذه هي السنة.
وبعد هذا ماذا قال الله تعالى؟ قال ولعلهم يتفكرون، أي بعقولهم لعلهم يتفكرون. نعم. وأنزل إليك ذكرى لتبين الناس ما نزل إليهم لعلهم يتفكرون. إذن جاءت لعلهم يتفكرون بعد الذكر وبعد السنة، بعد الكتاب والسنة. يتفكرون بماذا؟ بعقولهم. إذن العقل موجود، والعقل هو مدار التكليف، لا يمكن أن نعطله كما هو عند الظاهرية وعند غيرهم من النحل والملل. إذن العقل موجود، ولكن العقل بعد الكتاب والسنة. فما جاءنا في كتاب ربنا أو ما صح لنا من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم نحن نقبله ونقدمه على عقولنا، لكن ما ليس في الكتاب ولا في السنة فالعقل هو مصدره. لذلك مصادر التشريع كلها في هذا الدين هي 23 مصدرا. أنا بحثت في هذا الموضوع بحثا مستفيضا، توجد في جميع المذاهب 23 أصلا أو مصدرا من مصادر التشريع، منها الكتاب والسنة والإجماع والقياس. هذه المصادر المجمع عليها، وإن كان المجمع عليه منها 3، الكتاب والسنة والإجماع. أما القياس فغير مجمع عليه، لأن هناك من الأئمة ما لا يعتبر القياس مصدرا. إذن هذه مجمع عليها، لكن توجد 19 مصدر من مصادر التشريع غير مجمع مختلف فيها تسمى. منها مصادر التشريع عند الإمام مالك مثلا 16 أصلا، 26 بنى عليها مذهب مالك فمل إليها، الكتاب والسنة والإجماع ثم قياس الاستصحاب ضم إلى آخر 16. إذن هذه الأصول منها الكتاب والسنة أصلان خارجان عن العقل، أما تلك 21 أصلا الباقية فمصدرها الوحيد هو العقل. لكن هذا العقل قد يستند إلى قياس، وقد يستند إلى إجماع، وقد يستند إلى استصحاب، أو إلى مصلحة مرسلة، أو إلى عمل صحابي إلى آخره. هذا كله استخدامنا لعقولنا، فهذه كلها آديات وأدوات نستخدمها بعقولنا حتى نستنبط منها الحكم وفق مراد ربنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم. إذن في قولهم بأن ربما هؤلاء العلماء الذين اعتنوا بالسنة وجمعوها وصححوها كما في الكتب الصحاح وكتاب البخاري الذي هو أصح هذه الكتب، بأنهم يضعون العقل أو يحصرون العقل في زاوية ولا يعملون ولا يريدون للأمة أن تعمل عقولها، هذا مردود عليهم بكل ما ذكرتموه. ولكن ما هو التعامل الصحيح مع السنة في واقعنا اليوم ونحن نرى هذا التشكيك وهذه الشبهات يتطاير شررها في على هذا الفضاء الواسع وعلى وسائط التواصل الاجتماعي التي أصبحت حقيقة أصبحت لها انتشار واسع، وأصبحت هي التي يستقي منها الناس الكثير من المعلومات، وبالتالي لم يعد محجرا على أحد، يمكن لأحد أن يتلقى المعلومة من أي كان. بالتالي ما هو التعامل الذي يليق بهذه السنة حسما لكل دخيل يريد أن يطعن فيها؟ أحسنت. نحن في هذا الزمن كما قلت زمننا زمن خاص. كان في الزمن القديم الشخص يمكن أن يهرب بدينه وبعقيدته وبعلمه حتى لا يشوش عليه غيره، لكن هذا لم يعد مستطاعا في هذا الزمن. لذلك السبيل الوحيد للمحافظة على الدين والمحافظة على الأخلاق وللمحافظة على حتى الكيان وجود نفسه هو بالعلم. من لا علم له لا حصانة له. فكما قلت هذه الوسائط الاجتماعية هي التي صار اليوم يستقي منها الناس علمهم، ويستقون منها معلوماتهم، ويستقون منها أخلاقهم. فكل من كل واحد من هؤلاء الشباب له أسوة وقدوة من بين ما يراه في هذه الوسائط، إما لاعبا لكرة قدم أو ممثلا أو كذا أو كذا. وفي الفكر أيضا له من يقتدي بهم من أهل الزيغ والضلال للأسف الشديد. لذلك دور العلم والعلماء في هذا الزمن هو أعظم شيء وأهمه، فعليهم أن لا يتخاذلوا ولا يتكاسلوا
عن وظيفتهم، وهي تبيان شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته للأمة، ويعلموا أنهم مسؤولون عن هذا، هذا هي وظيفتهم. يجب على الأمة اليوم في كل مراجعها، جامعاتها ومدارسها ووسائل إعلامها. وبالمناسبة نشكر التلفزة الوطنية على هذه المواضيع المهمة التي تتطرق لها من حين لآخر. هذا يجب أن تتكاثف هذه المراكز حتى تقدم للناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما هي. نحن الله تعالى بيّن لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو مثالنا وهو معيارنا، فقال جل من قائل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هو أسوتنا، يجب أن نضع هذه السنة في تكون نظارة على عيوننا ننظر من خلالها الحياة. فلا بد للشخص الذي يريد أن يخرج أن يعلم ما أمرته بها السنة فيفعله، ولا بد لواحد منا إذا أراد أن ينام أن يعلم ماذا تطالبه السنة في هذا الموقف حتى يأتيه، وهكذا. إذن يجب أن نضع السنة في حياتنا، في صميم حياتنا اليومية حتى نتعامل معها. نحن للأسف الشديد منا من غالوا وتركوا السنة وقالوا نحن نأخذ القرآن احتياطا ويظنون أنه يحتاطون لدينهم، وهذا طبعا من الزيغ والضلال. وهناك منا أيضا من بالغ في الفروع فصار يأخذ مثلا كل ما يتعلق بالدين من منظوماتنا، وهذا شيء مهم أن نأخذ المنظومات، لأن المنظومات تجمع لنا شتات العلم. لكن يجب أن نربط هذا العلم بالسنة ونعلم أدلة هذا العلم ولا نقف عند النظم نفسه. فهذه الأنظام التي عندنا كلها مستقل من السنة، فيجب أن نعرف نرجع إلى أصله الذي مصدره الذي استقى منه النظم. ليس معنى هذا أننا أن نترك النظم، لأن النظم مهم، لأنه يجمع لنا في بيت واحد مسائل علمية كثيرة. لكن يجب أن نربطها بالسنة حتى نجعل السنة جزءا من حياتنا اليومية، وحتى نعلم أن السنة هي مصدرنا وهي إمامنا وهي قدوتنا. فكل الأئمة لم يدعي أحد منهم أنه رسول ولا أنه مشرع، نحن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا سمعت قال مالك أو قال الشافعي أو قال فلان أو قال علان، فاعلم أن المسألة إما فيها نصوص متضاربة، لابد أن نجتهد حتى نختار النص منها الذي هو حسب رأي علماء الأمة هو مقصد هذا التشريع حسب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم منا. ثم بعد ذلك قد تكون هذه المسألة لا نص فيها، إذن لابد أن نجد مجتهدا ومجتهدي الأمة يستنبط لنا هذا الحكم. والناس كلهم غير قادرين على الاستنباط، فالله تعالى قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي العلم منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي هناك من الأمة من يستطيع استنباط الأحكام، وهناك من الأمة من لا يستطيع. لذلك لابد أن نرجع إلى العلماء المجتهدين الذين سيقارنون بين هذه الأدلة المتعارضة في أذهاننا، أو هذه الأدلة التي كل منها يعني يعالج جانبا من هذا الموضوع، فيستنبط لنا ويستخرج لنا منها الحكم الذي هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم منا. يجب أن نربط السنة في حياتنا، ندمج السنة في حياتنا اليومية، فنغير علاقتنا بالسنة. هذا هو ما يطلبه من العصر، وهو واجب العصر تجاه السنة، لا أن نعتبر السنة شيء يعني يقرأ عندما نقول السنة نأخذ صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو نأخذ الأربعين النووية ونترك. لا، السنة جزء في حياتنا، عندما تريد أن تلبس عليك هنا السنة تناديك. فهناك ماذا تطالبني به السنة؟ أن أضع رجلي اليمنى هي الأولى، وأن يعني أدعو بدعاء الخروج من البيت، وأن هذا دمج السنة في حياتنا اليومية هو ما يلزمنا الآن في هذا الزمن، وهو الذي يجعلنا نرتبط بالسنة وندافع عنها ونعرف قوتها. فالسنة لا بد منها، لأنها هي الحياة. ولكن من شأن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك جوانب وضحها لنا النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة، هذه المصلحة هي ما وضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. وهناك أشياء لم يتكلم عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسأله عنها الصحابة،
فعلينا أن نعلم أن تلك المسائل التي سكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم أو سكت عنها القرآن فهي مسائل واسعة يجوز فيها الاختلاف ولكل فيها رأيه، وتركتها الأمة، تركها النبي صلى الله عليه وسلم للناس حتى يأخذوا فيها مصالحهم ويتعاملوا معها حسب واقعهم. طيب بارك الله فيكم شيخنا الفاضل، انتهى الوقت المخصص لهذا اللقاء. أعزائي المشاهدين، تحدثنا عن مكانة السنة في التشريع وتحديات العصر، كما تابعنا معكم أعزائي المشاهدين وكما ذكر الشيخ عن مكانة السنة النبوية المطهرة وحجيتها في القرآن الكريم. يقول الله عز وجل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صدق الله العظيم. وعن شبهة إحجام العقل أو عدم إعمال العقل كما يروجه البعض، يقول الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، صدق الله العظيم. إذن أشكر ضيفنا الكريم الدكتور محمد رمين الحاج، عضو هيئة العلماء الموريتانيين، على ما تفضل به من إفادة في هذا اللقاء. شكرا لكم شيخنا الفاضل، كما أشكركم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة. إلى لقاء آخر، هذه تحياتي وتحيات المخرجة ندى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي المشاهد، هل أتاك حديث عن الإشعاع العلمي لولاية غورغولا؟ إذا كنت مهتما بالإجابة عن هذا السؤال فأهلا وسهلا بك في هذا الوثائقي الذي نستعرض فيه جزءا من هذا الإشعاع من خلال المحاضر القرآنية التي تستقطب الطلاب من مختلف الفئات العمرية وتنتشر مشارق الولاية ومغاربها، حيث يسمع الزائر كلام الله وهو يرتل مع بزوغ الفجر وفي كل أصيل. تعد ولاية غورغول واحدة من ولايات الوطن التي وصل صيتها العلمي ربوع الوطن. هذا الصيت يتجلى للزائر اليوم على شكل المحاضر التي يعود تأسيس بعضها لأكثر من 20 سنة. هذه المحاضرة أسسناها في شهر شعبان 1412 هجري 1412 هجري يوافق مارس 1993. أنا المؤسس هذه المحضر تقريبا 30 سنة أو أزيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريد أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزجناها وما لها من ورود والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد مريب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسرات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وعاد وثمود وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه ربنا ما أضغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب مريب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد هذه المحضرة يعني محضرة قديمة لعبت دورا كبيرا في إشعاع العلمي والثقافية في هذا الوقت 140 سنة في إشعاع العلمي لأن هذا المحضرة قديمة منذ أجدادنا 140 سنة في إشعاع العلمي في المنطقة.